بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد عاشور، مدرس علاج العيون في كليه الطب جامعه اسكندريه. احنا في تطور كبير جدا في علاج العيون في اخر سنتين، خصوصا العلاج المناعي. العلاج المناعي دلوقتي بقى ابروفد في حاجات كتيره، في اللونج كانسر، في الكولون، في الار سي سي، في البلادر كانسر. انا اعتقد الفتره الجايه العلاج المناعي هو اللي العلاج الكيميائي هيستبدل بالعلاج المناعي، وهو ده اللي هيبقى الايرا الجديده والتطور الجديد في علاج العيون. شكرا.